مساء النور حبيبتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وجمعة مباركة للجميع المسلمين يا رب. المهم بدأوا على بركة الله. اليوم عندنا واحد الرشيمة جديدة دائما ديال جليلبت. ملي كنقول جلابة يعني ماشي كتجي في مطع التصفيف، يعني كتجي في كميمات، في الكتيفات، في الدورة ديال المانغات من هنايا، في دورة الكتفين وفي القلب طبعا. وبالنسبه لهاد الرشيمه هادي اتقم عليكم سهله، يعني ما تدي لكم شي جوهر بزاف، هاد العقيق ما تدي لكم شي هاد العقيق بزاف، يعني اجي مفرقه شويش اجي مزيونه ان شاء الله يا ربي. نبداو نشوفوا شنو عندنا هنايا مكونات. بحال دائما انا هاد السيبورات هادو بحال اللي كنت كنخدم بهم، هادو غير صغارين عليهم شويش. هادو كبارين شي شويش عليهم شويه. هادي كتعمل 7 دراهم، هاد الباكيه كتعمل 7 دراهم، ما عرفتش شحال فيها، 100 ولا اكثر من 150 ولا والله ما عرف. هاد الدميعات هادو داك النوع الصغير ديال الزاج حتى هما 50 فرانك. هاد عقق طول هذا اصلا شريه غير بالعبر، انا هادو كاملين كنشريهم بالعبر، علاش؟ حيت دابا كنعلم بهم وصافي، يعني الانسان ملي يبغي يعمل شي حاجه اللي هي الناس اولا شي حاجه ديالو طبعا يشري ماركه مزيانه. هذا النحاسي برونزي وهذا برونزي، جوج بهم برونزي. هذا مفتول وهذا طويل عادي. ونبداو على بركه الله، بسم الله. بالنسبه لهاد المرمه صغيره اللي كنخدم بها انا، هاد المرمه بالنسبه للمبتدئات مزيانه بزاف. هادي هاد الصغير اللي انا كنصح البنات اللي كيبداو اللي بادين يتعلموا، من الاحسن يعملوا هاد مرمه صغيره. علاش؟ هادي كتعاونك كتبقى تتحكم فيها نتينا، نهار اللي تولي كتسقن هذاك التنبت، ملي تولي كتسقن التنبت ديك الساعات كتجبر مرمه كبيره طبعا على حساب الرشمه ان شاء الله يا رب. خليكم معايا